بالنسبة لهذا المثال عندنا يونيفورم ثين بول، هاي العصة أو القطعة من الخشب اللي مسميها هي البول has a weight of 50 نيوتن، وزنها 50 نيوتن and length of 6 متر، وزنها 6 متر. It's placed against the smooth wall. جينا خليناها على هذا الحائط الأملس smooth wall and on a rough floor in the position D يساوي لنا 2 متر. وخلينا وأيضا يعني صارت بهالوضع هذا بحيث هي بنقطة B مستندة على السطح الحائط هذا الأملس، وبنقطة أي قاعدة على هاي الأرضية الخشنة، والمسافة دي هي 2 متر. والمعامل الاحتكاك للأرضية هو 0.3. المطلوب نشيك بنقطة رقم 1، will it remain in this position when it released؟ بعد أن نخليها بهذا الوضع، هل راح تبقى بهذا الوضع أو تنزلق على الأرض؟ بعدين نقطة رقم 2، determine the maximum distance D، أقصى مسافة D it can be placed from the smooth wall and not slip. يريد أقصى مسافة D، أكبر قيمة لD، بحيث تبقى هاي الـ هاي البول أو القطعة من الخشب ما تنزلق على الأرض. البداية يريد نشيك هل راح تبقى، نكون طبعاً نكون الدي 2 متر، نكون الدي 2 متر، نشيك هل تبقى هاي القطعة أو هذا الجسم بهاي الوضعية بدون أن تنزلق. بعدين يريد أكبر مسافة لأكبر مسافة دي بحيث تبقى أيضاً هاي القطعة بدون انزلاق. بالحالة الأولى إحنا ما عندنا موشن، no motion. فطبعا إذا نرسم الفري بودي دايجرام لهاي هذا الجسم، فعندي بنقطة بالحائط أملس، فأكو بس رد فعل عمودي على الحائط سميناه N2، وبنقطة A عندنا rough surface، فأكو رد فعل عمودي على الأرض N1، و أكو قوة احتكاك مقدارها F1. طبعاً رسمناها لليسار لأن نتوقع أنه إذا صار انزلاق راح تتحرك النقطة A لليمين، فبالتالي قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة وتكون لليسار. طبعاً إحنا منطينا هذا الطول 6 متر، هذا الطول 6 متر والمسافة دي 2، فنقدر نطلع هذا الارتفاع اللي هو 5.66 متر، 5.66 متر. طبعا ايضا عندنا الوزن يأثر بالنص، مقداره 50 نيوتن. هاي المسافة الصغيرة من الوزن، من خط تأثير الوزن للنقطة A راح تصير نص الدي، نص الدي، يعني هذا المثلث الكبير القاعدة مالته دي اللي هي 2 متر، وهذا المثلث الصغير اللي طبعا يبدي الرأس مالته يكون بنقطة تسليط الوزن هو القاعدة مالته D over 2. فدا نريد نبدي بحل هذه الحالة الأولى اللي بيها no motion، ويريد نعرف حالة أو وضع هذا البول ينزلق أو لا. فإذا ناخذ summation F of X، فعندي ال F1 ناقص ال N2 تساوي صفر. ال F1 ناقص ال N2 تساوي لصفر. قبل هاي احنا طبعا نقدر ناخذ moment about A، summation moment about A يساوي صفر. إذا ناخذ moment about A يساوي صفر، فال F1 وال N1 بعد ما راح يشتغلون، تبقى عندي ال 50 في D over 2 يعني في 1 متر،
باتجاه عقرب الساعة، عكس اتجاه عقرب الساعة العزم مالتها، والأنتو في 5.66 وعزمها باتجاه عقرب الساعة. إذا احنا اعتبرنا عكس عقرب الساعة هو الموجب، فالخمسين في D over 2 ناقص N2 في 5.66، وتطلع عندنا قيمة الـ N2 هنا اللي هي 8.81 نيوتن. بعدين من summation of x يساوي صفر، N2 ناقص الـ F1 تساوي صفر، بمعنى الـ N2 تساوي الـ F1، ونقدر نطلع قيمة الـ F1 هنا أيضا تساوي لنا 8.81 نيوتن. إذا ناخذ summation of y يساوي صفر، عندنا الـ N1 ناقص الـ W الوزن يساوي صفر، فالـ N1 راح يساوي قيمة الـ W اللي هي 50 نيوتن. summation of y يساوي صفر، الـ N1 ناقص الـ W اللي هو 50 نيوتن، تطلع قيمة الـ N1 50 نيوتن. شوف من المومنت حسبنا قيمة الـ N2 moment about A، ومن summation of x حسبنا قيمة الـ F1، F1 ناقص N2 يساوي صفر، طلعت قيمة الـ F1. من summation of y حسبنا قيمة الـ N1. واحد يقول ممكن ناخذ moment about B، هو ممكن، بس انت إذا تاخذ moment about B عندك الـ F1 والـ N1 اثنين هم مجهولين بالبداية، فأيضا ما راح تفيدك هاي المعادلة. تأخذ about A حتى تطلع قيمة الـ N2، لأن تصير هي فقط المجهول. ومن summation of X تحسب الـ F1، من summation of Y تحسب الـ N1. الآن من طلعت قيمة الـ F1 أشيكها ويا الماكسيمم فاليو مالتها اللي هي ميو S في الـ N1، طلعت 15 نيوتن أكبر من 8.81، بمعنى البول راح تبقى in equilibrium أو تبقى at in its position، ما راح تنزلق على الأرض. لو كانت طالعة الـ FM أصغر من الـ F1 معناتها راح تنزلق، وبالتالي قيمة الـ F1 الحقيقية هي ميو كي في الـ N1. الآن يريدنا نحسب أقصى قيمة للمسافة دي، للمسافة دي اللي هي قاعدة المثلث الكبير هذا، بحيث ما ينزلق هذا البول على الأرض. فإحنا أقصى مرحلة عندنا قبل الانزلاق هي بنتكون الـ F1 تساوي الـ FM، أقصى قيمة إلها اللي هي ميو S في الـ N1، طبعاً ناصر 0.3 في الـ N1. إحنا من summation of Y عندنا الـ N1 يساوي 50 نيوتن، تطلع قيمة الـ F1 إذا نرجع نعوض الـ 50 هنا، تطلع قيمة الـ F1 15 نيوتن. وبالتالي من summation of X، من summation of X الـ F1 ناقص الـ N2 تساوي صفر، طلعت قيمة الـ N2 15 نيوتن. بعدين إذا أخذنا moment about A يساوي صفر، الـ N2 في ذراعها 5.66، والخمسين في ذراعها اللي هو D over 2، فتطلع قيمة الـ D 3.4. هاي أقصى قيمة للمسافة D، بحيث تبقى هاي هذا الجسم يبقى ما ينزلق. أقصى قيمة أي زيادة بعد عن هاي القيمة راح تنزلق هاي العصة أو القطعة من الخشب وتطيح على الأرض. تلاحظ بالنقطة رقم 2 بدينا بالعكس، حلينا بالعكس. شوف بنقطة رقم 1 بدينا بالمومنت، ومن السميشن of X حسبنا الـ F1، ومن السميشن of Y حسبنا الـ N1. بنقطة رقم 2 بدينا بالعكس، اعتمدنا على impending motion، حسبنا قيمة الـ F1 اللي هي أقصى قيمة إلها. بعدين من summation of y الـ N1، من summation من summation of x حسبنا الـ N2، ورجعنا لنا من المومنت حسبنا قيمة الـ D، فصار الحل هنا بالعكس لأنه المعلومات اختلفت. نقطة رقم 1 ونقطة رقم 2
المعلومات بها اختلفت، فصار تقريبا استخدام المعادلات بالعكس. هذا بالنسبة لهذا المثال. المثال الآخر عندنا بلوك A و B مربوطين بتو لينك A C و B C. بلوك A and B 3 كيلو جرام 9 كيلو جرام وزنهم respectively، يعني A 3 و B 9 كيلو جرام and are connected to the weightless link. هذول اللينكات أوزانهم مهملة weightless. Determine the largest force B، أقصى قيمة للقوة B that can be applied at the pin C، اللي ممكن نسلطها بالنقطة C without causing any movement، بدون أن نصير عندنا أي حركة. لأن نعرف إحنا هسه من هذا الرسم إذا نسلط القوة B، القوة B ممكن تدفع هذا التركيب بحيث الذراع AC يتحرك وبالتالي يدفع وياه البلوك A، وايضا راح يسحب ويا شنو البلوك بي. احنا نريد اقصى قيمه للقوه بي بدون حدوث اي حركه. منطينا الكوفيشنت اوف فريكشن او ستاتيك فريكشن ميو اس 0.3 للسطحين هنا فوق وجوا بين اي والسطح وبين بي والسطح. الميو اس هو 0.3. الان انا اذا اريد اشتغل على الجسمين سوى يعني بدون ما افتح هذا التركيب راح يصير هنا عندي ان بي واف بي وهنا عندي ان اي واف اي، يعني اربع مجاهيل وانا عندي فقط معادلتين فما اقدر اشتغل عليهم اثنيناتهم. فش اسوي؟ راح اخذ البن سي، هذا البن سي اشتغل عليه، احسب القوه بالسي بي واحسب القوه بالسي اي، وبعدين اخذ كل واحد منهم بوحد واطلع الفريكشن فورس، ومن عندها طبعا اطلع القوه بي. الان اذا اشتغلت على البين سي، البي هاي المسلطه هنا راح افرض الاف بي سي بهذا الاتجاه وافرض الاف اي سي بهذا الاتجاه. طبعا شوف الاف بي سي هي ويا بنفس الامتداد ونفس الميل مال الذراع بي سي، نفس الامتداد ونفس الميل مال الذراع بي سي، وفرضت اتجاهها لليسار. ايضا الاي سي بنفس الامتداد مال الذراع اي سي الاف اي سي وبنفس الميل يصنع زاويه 30 ويا العمود ويا الواي، هذا ايضا يصنع زاويه 30 ويا الواي. الآن هنا أنا إذا أشتغل أنا إذا أخذ summation f of y، فعندي مركبة ال FAC العمودية تأخذ كوساين 30 ناقص ال B تساوي صفر. FAC كوساين 30 ناقص ال B تساوي صفر، ومن عندها ال FAC راح تساوي 1.1155 P. بعدين جيت أخذت summation of of x يساوي صفر، فالف بي سي لليسار بالسالب ومركبة الف اي سي الأفقية موجبة، فالف اي سي ساين 30 ناقص الف بي سي تساوي صفر. وجيت هنا عوضت بمكان الف اي سي شنو؟ قيمة البي، قيمة البي اللي هي تساوي لنا 1.155 بي. هاي هي الـ FAC ساين 30، بس مجرد عوضت بمكان الـ FAC ما يساويها من الـ P ناقص الـ PC طبعاً اللي هي ويا الـ X تساوي صفر، فطلعت الـ FBC بدلالة الـ P أيضاً. شوف أنا من الـ Y من التوازن باتجاه الـ Y طلعت الـ FAC بدلالة الـ P وطلعت الـ FBC أيضاً بدلالة الـ B. شنو الفكرة هنا؟ الفكرة حتى أنا من أروح أشتغل على البلوك A والبلوك B كل القوى راح تصير بدلالة شنو؟ الـ P اللي هو رايدها بالسؤال. يعني أنت لو تشتغل على البلوك A وتبقي القوة هاي FAC
ما راح تقدر تحسب البي اللي رايتها هو. واذا تشتغل على البلوك بي وتبقي القوه اف بي سي ايضا ما راح تقدر تحسب القوه اللي رايتها. لذلك انا من هذا من الجوينت او البين سي طلعت القوتي انذني باللينك باللينكات البي سي والاي سي طلعتهم بدلاله القوه المسلطه. حتى من اروح اشتغل على البلوكه كل الحسابات مالتي راح تصير بدلاله القوه المسلطه اللي هو رايتها. الان راح اروح على البلوكه اي الجو هاي البلوكه اي عليها الوزن مالتها ويا الواي 3 في 9.81 نيوتن عليها القوه اي سي. شوف القوه اي سي بالفور بالنقطه سي وين فرضتها؟ فرضتها هالشكل تصير بالعكس على الجسم بي، او هو هذا الذراع اي سي جاي يضغط على الجسم بي فمنطقيا الاف اي سي تكون قوه ضغط على الجسم اي. الذراع اذا نروح على الرسم الذراع اذا هاي القوه تشتغل الذراع هذا اي سي راح يضغط وين؟ يضغط على الجسم اي او البلوكه اي، وبالتالي هذا الذراع جاي يسلط قوه ضغط، وقوه الضغط تكون دائما باتجاه الجسم. اذا نتذكر من حكينا على الكيبل والروب وهذا قلنا قوه شد شبيها تكون بعيده عن الجسم، اتجاه السهم بعيد عن الجسم. طبعا بالعكس يكون وين؟ من نحكي على قوه ضغط، قوه ضغط تكون باتجاه الجسم. فرسمنا الاف اي سي هنا باتجاه الجسم نتوقع الجسم اي لو اشتغلت القوه بي راح يتحرك لليسار، فالاف اي الفريكشن فورس راح تكون لليمين، والان اي طبعا رد الفعل العمودي. الان اذا نشتغل على هاي البلوكه اي فمجموع القوى باتجاه الاكس هو الاف اي ناقص المركبه الافقيه مالت الاف اي سي اللي هي الاف اي سي ساين 30. وطبعا الاف اي سي شنو صارت قوه مقدارها؟ دائما راح اشتغل بدلاله البي 1.155 بي، فاف اي ناقص 1.155 بي اللي هي الاف اي سي في ساين 30 صارت المركبه الافقيه. شوف الان ايش طلعت الاف اي بدلاله البي اللي هو رايتها. سميشن اوف اوف واي الان اي للاعلى ناقص الوزن للاسفل ناقص مركبه الاف اي سي العموديه اللي تاخذ كوساين 30. فالان اي ناقص مركبه الوزن الاف اي سي العموديه اف اي سي كوساين 30، وهنا ايضا شوف عوضت عن اف اي سي بدلاله البي، ناقص الوزن بالنيوتن يساوي صفر. ايضا طلعت الان اي بدلاله شنو؟ بي زائد 29.43 نيوتن. هاي نيوتن، هذا نيوتن. دائما بالكتب يخلون الوحدات ويا المعادله، احنا مو شرط يعني، هذا ممكن تشيله انت الان يصير بي زائد 29.43. المهم ان اي ايضا طلعت بدلاله شنو؟ بدلاله البي. الان نروح على البلوكه بي، البلوكه بي شنو عليها؟ عليها الوزن مالتها وعليها قوه اللينك او الذراع بي سي اللي طلعناها بدلاله البي، ايضا جاي تضغط على البلوكه. ايضا قوه الاحتكاك نتوقع البلوكه بي تتحرك لليمين، فقوه الاحتكاك وين تروح؟ لليسار، والان بي للاعلى. الان اذا ناخذ سميشن اوف اوف اكس على البلوكه بي فعندي الاف بي ناقص الاف بي سي، و او العفو بالعكس الاف بي سي ناقص الاف بي، فصير عندنا 0.5774 بي. هاي الاف بي سي ناقص قوه الاحتكاك اف بي، وطلعت شوف الان قوه الاحتكاك ايضا طلعت بدلاله البي سميشن اوف اوف واي الان بي راح تساوي لنا الوزن نفسه اللي هو 88.29 نيوتن. الان انا راح افرض حتى اترجم هاي الحسابات
إلى المطلب الموجود بالسؤال اللي هو أقصى قيمة للقوة P بحيث ما تصير أي حركة. راح أفرض أنه الجسم A واصل إلى مرحلة الشروع بالحركة، يعني واصل إلى أقصى قيمة قبل الحركة اللي هو الشروع بالحركة، فمعناتها الـ FA إيش قد راح تساوي؟ الـ FA تساوي لنا ميو أس في الـ NA. ميو أس منطينا يا 0.3 فيصير 0.3 في الـ NA. هاي وين أرجع أعوضها؟ معادلة رقم 4 أرجع أعوضها بمعادلة رقم 1. شوف الـ FA إيش تساوي؟ الـ FA تساوي لنا 0.5774P. 0.5774 P. ف 0.3 NA راح تساوي لنا 0.5774 P. وارجع انه هاي المعادله اللي طلعت بدلاله ال NA اعوضها بها معادله رقم 2. معادله رقم 2 او مباشره، ماكو داعي انا بعد يعني بس منها احسب ال NA بدلاله ال P، ارجع اعوضها هنا تطلع قيمه البي عندي 31.8 نيوتن. ارجع بس اشرح هاي. انا فرضت الجسم اي اللي جوا واصل للشروع بالحركه. اذا واصل للشروع بالحركه فاقدر احسب الاف اي من هاي المعادله تطلع 0.3 ان اي. هاي الـ 0.3 NA أجيبها خليها بمعادلة رقم 1 بدال الـ FA، طلعت الـ NA بدلالة الـ P أيضاً. أرجع النوب قيمة الـ NA هاي وين أخليها؟ بمعادلة رقم 2، طلعت المعادلة كلها بدلالة الـ P، فأقدر أحسب قيمة الـ P اللي هي طلعت 31.8 نيوتن. بس الآن لازم أشيك هل الجسم B جاي يتحرك لو لا؟ ما هو احنا نريد قيمة بي، هاي القيمة قيمة بي القوة، بحيث ما يصير عندي أي حركة. فلازم أشيك الجسم بي الفوق جاي يتحرك لو لا. الآن أنا من حسبت هاي القيمة هاي القوة بي، أقدر وين أروح أعوضها؟ أعوضها بمعادلة رقم 3 تطلع لي قيمة الاف بي. هاي الاف بي أقارن هاي القيمة اللي طلعت لي وهي أقصى قيمة للأف بي اللي هي تساوي لميو أس في الأن بي. طبعاً الأن بي معلومة، فإذا أضربها بالميو أس اللي هو 0.3 تطلع قيمة الأف بي ماكسيموم، أقصى قيمة توصل لها قوة الاحتكاك عند الجسم بي هي 26.5، بينما قيمة الأف بي الحقيقية اللي تحت جاية من تأثير القوة المسلطة شقد؟ 18.4. إذن البلوكة بي ما راح تنزلق، وبالتالي تكون الفرضية مالتي صحيحة. تكون الفرضية مالتي صحيحة، يعني البلوكة بي واصلة للشروع بالحركة اللي هو أيضا مو حركة، والبلوكة أي بعدها ما واصلة لأنه قوة الاحتكاك طلعت 18 والماكسيموم هي شقد 26. لو صار العكس، يعني لو انا شيكت وطلعت القوه بي الاف بي ماكسيمم اكبر من الاف اقل من الاف بي، انا الحاسبها لازم اروح شو اسوي؟ النوب اروح افرض القوه الجسم بي او البلوك بي هو اللي واصل للشروع بالحركه. يعني هنا أنا شنو احسب؟ احسب الاف بي، هاي اخذ هاي الاف بي 26.5 هاي، واطلع منها الـ P من هاي المعادلة رقم 3. إذا طلعت الـ P إنه بأجي أحسب من معادلة رقم 1 قيمة الـ FA. هاي قيمة الـ FA تحت تأثير الحمل، أقارنها ويا الـ FA ماكسيموم، فلازم تكون أقل حتى أقول إنه الجسم B واصل للشروع بالحركة والجسم A ما واصل، وبالتالي يكون الحل مالتي صحيح. الآن أنا بنيت على فرضية أنه الجسم A يتحرك أو العفو واصل للشروع بالحركة، من عندها حسبت الـ FA ومن هاي الفرضية طلعت قيمة الـ P، بس ما اكتفيت الحد هذا
المستوى، وانما رحت شيكت الجسم بيتحرك او لا. شلون شيكت؟ اخذت هاي القوه بيل، طلعتها، عوضتها بمعادله رقم 3، حسبت الاف بي وقارنتها ويا الاف بي ماكسيمم، طلعت اقل، معنى انه الجسم بي صحيح ما جاي يتحرك باقي، وبالتالي هاي القوه اللي حسبتها ال 31.8 نيوتن تمثل اقصى قوه ممكن اسلطها، بحيث يبقى البلوك A والبلوك B يبقون بدون حركه.